وانا والفخر ليا، انا نادي القرن في القاره هو ناديا، واعيش واموت وافضل عشانه، وهو فوق دايما مكانه. كل تركيزنا ان شاء الله في ماتش البايرن. احنا خلاص قفلنا صفحه مباراه الدحيل، زي ما الاهلي دايما معودنا ان المكسب بنفرح يومها، ونبدا نستعد من تاني يوم للمباراه الجايه ان شاء الله جاهزين للبايرن ميونخ. احنا كجماهير الاهلي هنا دايما في استعدادات، وعلى طول بعد الماتش امبارح ابتدينا الاستعدادات للماتش الجاي، بس طبعا عشان حاليا الاجراءات الاحترازيه وكده بنحاول ما نتجمعش بعدد كتير او نخلي التواصل بالتليفون او بالزوم. بالنسبه لنا احنا كرابطه، بالنسبه او استعداداتنا للبطوله او احتفالية، بتكون طبعا مع اتباع الاجراءات الاحترازيه، وما بيكونش فيه تقارب، دايما بيكون فيه تباعد، حتى ده كان باين في مباراه الامس. الحمد لله بنشكر ربنا على على الفوز تبع امبارح اللي هو قدام الدحيل. الدحيل كان فريق كويس واحنا احترمناه ودخلنا وعملنا اللي علينا وكسبنا المباراه الحمد لله. بعد الماتش يعني خلاص كده فكرنا في بايرن ميونخ. الحمد لله احنا اول ما بندخل البطوله دايما عنا على المركز الاول. بالنسبه ان شاء الله للمباراه، يعني لمباراه بايرن ميونخ، استعداداتنا ان شاء الله يعني كالمباريات اللي فاتت، بالنسبه للتشجيع، بالنسبه لمؤازره الفريق، سواء يعني احنا حتى من اول يوم واحنا بنساند الفريق سواء من المطار او سواء عند فندق الاقامه. بنوجه يعني الشكر والتقدير لمجلس اداره الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي الرجاله الاقوياء اللي ثبتوا واثبتوا انفسهم واثبتوا للعالم اجمع، لانهم مش بيمثلوا النادي الاهلي فقط ولا بيمثلوا مصر، بيمثلوا قاره، وهم بالنسبه لنا هم صفوه الانديه وصفوه العالم، فاحنا بنشكرهم على ادائهم الرجولي وخاصه في الشوط الاول. طبعا يعني احنا فرحانين برشا انه فما نادي عربي يعني وصل يلعب بالمستوى هذا، وما نحكيوش على نادي بسيط، نحكيو على الاهلي نادي العريق ونادي كبير برشا. نقولوا بالتونسي ان شاء الله مبروك وان شاء الله مربوح. شوف انا بالمسبق قلت ان شاء الله مبروك، ونحب نوصل رساله ونوجه رساله لعلي معلول. نحب نقولوا يا علي نورنا وشرفنا، وان شاء الله يا ربي يجي الهدف من عندك ان شاء الله. اهلاوي انا والفخر ليا، انا نادي القرن في القاره هو ناديا، واعيش واموت وافضل عشانه.